عليكم ورحمة الله وبركاته. في القرن 13 من سنين كتير جدا كانوا بيمنعوا الحامل تماما من انها تشوف اي شكل من الاشكال اللي ممكن تكون بيسموها مسوخ، او ناس مثلا عندهم تشوهات معينة، او حتى انها تشوف صور لحيوانات شكلها مش كويس زي بعض الحيوانات الاسطورية اللي كانت عندهم، اللي هو عبارة عن راس اسد وراس غزال وحاجات غريبة كده. كانوا بيمنعوا الحامل تماما من انها تشوف الاشكال دي، وكانوا بيعتقدوا اعتقاد راسخ ان الاطفال اللي هيطلعوا بنفس الشكل ده. وكانوا كمان بيعملوا حاجة مهمة جدا احنا بندعم استمرارها حتى الان، وهي انهم كانوا بيخلوا الام الحامل تعيش في الطبيعة، فبالتالي البيبي يطلع نقي نقاء هواء الطبيعة وبشرته جميلة جمال بشرة واوراق الورد، ويبقى بيبي كده زي القمر يعني من الاخر. فالنقطة دي احنا بنأيدهم فيها وما زلنا مستمرين عليها حتى القرن الحالي اللي احنا عايشين فيه. لكن خلينا نراجع اللقطة اللي فاتت، وهي لقطة هل الأم الحامل جنينها بيتأثر بشكل التشوهات أو المسوخ أو أي حاجة هي بتشوفها في فترة حملها. ده اللي احنا هنجاوب عنه دلوقتي. معاكم النهاردة دكتورة ريهام الشال، أخصائي طب وجراحات النساء والتوليد وتأخر الإنجاب والحقن المجاري، واحنا النهاردة معاكم وفي وسط عائلتكم الكبيرة عائلة طبيبتي. أهلا بكم. شكل وتطور نمو الأجنة بيتأثر بعاملين مهمين جدا، والعامل الأول هو عامل الوراثة. الوراثة دي عبارة عن إيه؟ عبارة عن جينات بتبقى مقسمة ما بين الأم والأب بالتساوي، فالجينات دي بتكون مختلفة بأشكال كبيرة أو متشابهة جدا جدا مع الأب والأم. وفي كل الأحوال هي جينات موجودة في الـ DNA الخاص بينا، هي اللي بتعبر عن لون العين، لون الشعر، شكله، شكل البيبي، لون وشه، لون بشرته، وكل الصفات الخاصة به، وحتى في حالة ظهور بعض التشوهات. ده اللي احنا هنشرحه في اللحظة الأخيرة في الجزء الأخير من الفيديو. ولكن الجزء ده احنا قلنا اننا عندنا العامل الوراثي وعندنا العامل الاخر، وهو عامل البيئة اللي بتتحكم في الطفل. فشكل الطفل بعد ما بيتولد بيكون ليه علاقة بحاجات كتير ايضا، وبعض شر التشوهات قد تحدث اثناء او بعد الولادة نتيجة اي تدخلات، زي مثلا البيبي اللي بيحصل له حاجة اسمها شولدر دروب لما الاكتاف بتاعته بتعلق اثناء الولادة الطبيعية، او ان البيبي يكون عنده بعض المشاكل اللي ممكن تتأثر ببعض الادوية، او ان يكون البيبي عنده حاجة اسمها شفا الارنبية، او بعض الامراض اللي ممكن تحدث للام في فترة الحمل نفسها. وده بيكون من اهم العوامل اللي ممكن تأثر على البيبي وعلى تطوره وشكله. من ضمن الأمور اللي ممكن تأثر معانا، وهي إن تكون الأم مصابة بسكري الحمل أو بسكر الحمل. سكر الحمل بيعمل تشوهات معروفة جدا وبنشوفها في حالات، ولكن مش كل الحالات. الحالات اللي بنسميها uncontrolled diabetes أو gestational diabetes، الحالات اللي ما بتاخدش علاجها صح، اللي مش مظبطنا نسبة السكر بشكل صحيح، اللي عندهم اضطرابات في هذه القيم وهذه النسب. البيئة ممكن يكون ليها أثار على شكل البيبي. أكيد البيبي اللي طول النهار في الشمس وفي مناطق مفتوحة أكيد ممكن تكون بشرته أغمق من البيبي اللي موجود في أماكن مغلقة وبشرته قطع، بشرته أبيض أو بشرته أفتح. البيبي اللي بيتعرض لنقص مثلا في فيتامين د ممكن يكون عنده مشاكل، أو نقص الكالسيوم ممكن يكون عنده مشاكل في شكل رجليه، وتقوس الساقين ممكن يكون مختلف تماما عن البيبي اللي ما كانش عنده نقص في هذه الفيتامينات أو في هذه المعادن. إذن الموضوع فيه حاجات كتيرة جدا بتأثر معنا على الشكل. أيوة، لكن هل من ضمنها رؤية المسوخ زي ما قالوا زمان في القرن الثالث عشر لما نزلت مقالة طبية؟ قالت إن مقالة طبية يعني أطباء هم اللي كاتبينها، بيحذروا الأمهات تماما من رؤية أي أشكال ممكن يكون فيها تشوهات أو يكون فيها مسوخ كما يسموهم زمان أو أي شيء من هذا القبيل. خلينا نقول ان تفسير الموضوع ده حتى وان كان بيظهر مع السيدات اللي بيحصل لهم ان هم بيشوفوا مسوخ او بيشوفوا اشخاص مشوهين بيصابوا فعلا او جنتهم بيصابوا بالتشوهات، خلينا نقول ان التفسير العلمي البسيط اللي انا شخصيا بجتهد فيه يعني وليس له اوراق علميه تثبته، هو حاجه واحده، ان الاشخاص المشوهين في القرون اللي فاتت دي، القرون اللي هي الثالث عشر، القرون اللي بنسميها القرون المظلمه من تاريخ البشريه، الاشخاص دول كانوا بيبقوا منبوذين جدا في المجتمعات، وكانت المجتمعات كالعاده بترفض اي حد مش شبههم، حتى لو كانت التشوهات دي تشوهات عاديه هم بيتعاملوا معاها على ان طالما مش شبهنا يبقى بره الدايره على طول. وبالتالي كانوا بيعيشوا تحت أقل نسبة من الرعاية، ويمكن ما فيش رعاية تماما، بيعيشوا في أماكن ملوثة وموبوءة، وبالتالي بتكون نسبة الأمراض أعلى بكتير. ففكرة إن أم تشوف حد أو تتعامل مع حد من الممسوخين قد يكون بيسبب لبعض الأمهات
درجة من أنواع العدوى من مثلا فيروسات معينة أو من بكتيريا معينة أو عدوى معينة، للأسف قد تؤدي بالأجنة في فترة الحمل إلى أنهم يصابوا بالتشوهات. وساعتها كانوا بيرجعوا في القرن الثالث عشر، والأطباء نفسهم كانوا بيرجعوا السبب لأنها شافت مسوخ. هي فكرة مش شافت مسوخ، هي الفكرة أنها تعرضت لمناطق فيها نسبة عدوى أكبر وفيها نسبة مشاكل طبية أكبر، لكن الأمر ليس له أي علاقة بالإصابة أو بأن مجرد النظر، يعني مفيش حاجة بمجرد النظر. طيب نعمل إيه إحنا كسيدة حامل في فترة الحمل؟ إيه اللي ممكن تعمله علشان نحصل على طفل جميل وأمور والحمد لله مفيهوش أي تشوهات، ونحاول أننا نعبر هذه المرحلة بسلام؟ خلينا نبدأ من البداية. من البداية خلينا نتعامل مع الدي إن إيه الخاص بأجسامنا بطريقة محترمة وموثوق فيها. ازاي الكلام ده؟ يعني الدي ان ايه الخاص باجسامنا بيتغير بحاجات، قد يتغير بامور ليها علاقه بما يسمى بالشوارد. الشوارد اللي ممكن تمسك فيه الدي ان ايه وتغير من طريقه السيكونس او التناسق بتاع الجينات، وبالتالي تبدا تظهر لنا امراض ومشاكل. النقطه الثانيه هي اننا نهتم جدا جدا بالحمل اللي بيحصل في الاكستريميتي. يعني ايه في الاكستريميتي؟ يعني في اطراف الخصوبه، الحمل اللي بيحصل على سن مبكر جدا جدا والحمل اللي بيحصل على سن متاخر جدا جدا. نهتم بالحاملين دول، وعايز اقول لكم ان الموضوع ما بيتحسبش كده، بس طبيا هو ده الحساب وهو ده الطريقه والتقدير لمرحله الحمل. فالحمل اللي في المرحلتين دول بنسميه هاي ريسك بريجننسي او الحمل الخطر. خلصنا النقطة دي، ندخل بعد كده على فترة ما قبل الحمل. بقى ما قبل الحمل وما قبل الزواج، بيني وبينكم خلينا نقول ان لازم يكون فيه في حاجة اسمها فحوصات ما قبل الزواج. الأشخاص اللي عندهم في العائلة في انتشار ليه أو ظهور بدرجة أعلى لنوع معين من أنواع التشوهات، يكونوا مهتمين جدا جدا بأن في تحاليل وفحوصات تتعمل في هذه الفترة توصلنا النتيجة ممتازة وتعرفنا القصة فيها إيه بالظبط. الموضوع مش معناه أننا هنسيب بعض لو اتجوزنا، يعني لو قبل ما نتجوز ولا الكلام ده كله، وأنا عارفة أن فترة الخطوبة هي فترة يعني تعلق شديدة، لا خلينا نقول إن الموضوع مش كده، بس على الأقل أبقى داخل على علم ودراية وعارف أنا بتكلم عن سيكونس أو عن ترتيب عامل إزاي. خلصنا النقطة دي، ندخل على النقطة اللي بعدها وهي أثناء فترة الحمل. أثناء فترة الحمل خلينا نقول إن لازم نكون مهتمين بحاجات مهمة. سكرنا، برافو عليك، مع سكر الحمل للأسف بيعمل لنا مشاكل. سكرنا يكون مظبوط، تكون عندنا مفيش بعد شر أمراض أو إصابات فيروسية، ولو عندنا إصابات فيروسية وللأسف قد يظهر تشوهات مع بعض الإصابات الفيروسية زي الهيربس زوستر أحيانا ممكن يعمل لنا تشوهات، والتوكسوبلازما أحيانا ممكن تعمل تشوهات، فبالتالي نكون مهتمين بإننا بنعمل تشيك أو بنعمل فحوصات دورية عليها، أو حتى بمجرد ظهور أي ارتفاع في درجة الحرارة ننتبه، لأن مجرد ارتفاع درجة الحرارة قد يؤدي إلى ظهور بعض التشوهات عند بعض الأجنبي. بعد ما تصور الجزء الثاني من الفيديو كله اكتشفنا ان الصوت ما بيشتغلش، فنقدر نقوله النهاردة ان طبيعي ان يكون في اشكال مختلفة لأطفال بنسميهم اطفال مميزين، وده جزء من خلقة ربنا سبحانه وتعالى ومن اقداره لينا. في النهاية احنا قابلين ده كله، شكل البيبي وجماله وخلقته ولونه ولون عينيه وجمال شعره والكلام الجميل ده كله ملوش اي علاقة بحاجة انت بتاخديها او بتتناوليها بشكل مباشر، ملوش علاقة باشخاص بتنظري اليهم وجمال هؤلاء الاشخاص اللي بتنظري اليهم، لكن دي علاقة بحالتك النفسية والطبية، دي علاقة بان البيبي ما يكونش فيه بعد شهر مشاكل طبية كبيرة قد تؤثر على مظهره وقد تؤثر على شكله. في النهاية احنا النهاردة اتعلمنا هذا الدرس، مفيش حاجة اسمها تعالى يا فلان تعالى يا فلانة انا هفضل ابصلك طول النهار وطول الليل علشان في الاخر يطلع لنا ولد شبه توم كروز ولا تطلع لنا بنوتة شبه نجلاء فتحي يعني، لكن ان شاء الله بإذن ربنا يطلعونا كلهم جمال ومعافين واذكياء وسعداء وانقياء ويكونوا اجمل هدية ربنا سبحانه وتعالى ادهنا في حياتنا. نشوفكم على خير في درس قادم بإذن الله، وإحنا النهاردة بنضحط دايما وطول الوقت فأي معلومة غلط وأي حاجة منهاش علاقة بالطب ولا بالعلم، بنحاول دايما إن نثبت كل كلامنا بالمراجع الطبية والعلمية، اللي كل حالاتنا اللي كل اللي بيسمعونا وكل الناس في عائلة طبيبتي مؤمنين جدا جدا بيها. في ناس تانية بتحب تسمع الكلام بتاع مش عارفة خلطة مين ومش عارفة مين حصل ايه، لكن الناس اللي بيسمعونا هنا في طبيبتي هم ناس على قدر كبير جدا من العلم والمعرفة، احنا بنحترمهم بنقدر عقلهم وبنقدر قدرتهم على انهم يميزوا ما بين الامور وعلى انهم اختارونا من بين الناس كلها انهم يسمعوا رأينا وانهم يلتزموا دايما بتعليماتنا. اشوفكم على خير في درس قادم بإذن الله،
من دروسنا اللي بنحاول نجاوب فيها على أسئلتكم اللي موجودة في التعليقات، ودايما دايما موجودين معاكم بالكورسات الموجودة أونلاين اللي بنتكلم فيها عن فترة الحمل. حتى لو انت بعيدة عن طبيباتي وبعيدة عن العيادة، تقدري انك تاخدي كورس كامل بيعرفك تعملي ايه طول التسع شهور، وبيأهلك بعد كده بكورس مهم جدا، كورس ولادة مطمئنة للولادة وكل أسرارها الطبية من داخل المطبخ كده، ومن داخل غرف الأطباء، ومن داخل غرف العمليات، بكل الأسرار اللي انت محتاجة تعرفيها جدا وبتفرق معاكي بشكل كبير. بيكون مننا كل الدعوات بالصحة والسعادة والسلامة والتوفيق. في التعليقات منتظرينكم، وهتلاقوا الروابط لكل الكورسات ولكل الدورات ولكل الإجابات أيضا، وأيضا في صندوق الوصف لقوائم التشغيل الخاصة بكل مرحلة من مراحل حياتك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.